لذلك علينا أن لا ننخدع بمظهر السرقاط الجميل والناعم، لأنه يمكن أن يكون شرساً عند القتال على الأراضي، وقد تنتهي تلك الصراعات بالموت، ويصنف حيوان الميركات بأنه أكثر الحيوانات دموية، وحوالي 20% من وفيات الميركات هو في الواقع قتل. من المثير للاستغراب أن حيوان الميركات يحاول تجنب القتال، ولكن عندما لا يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى القتال، يصطف كلا الجانبين عبر أحد الحقول، ثم يتنافسان على بعضهما البعض، ويقفزان بذيولهما مستقيمة في الهواء، ويخرجان أرجلهما الخلفية مثل الخيول. غالباً ما يقوم أحد أفراد الغوغاء بالضغط على الآخر قبل أي قتال بالفعل.